السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. في هذا اليوم في موضوع جديد وهو عن السياحة، والسؤال اللي دائما بينطرح: هل بيلاروسيا تصلح للسياحة؟ شو ممكن نشوف بيلاروسيا من ناحية سياحية؟ هل بيلاروسيا فيها موجود مقومات السياحة؟ وهكذا. طبعا هذا السؤال بيتكرر كثير للناس اللي ناوي يجي على بيلاروسيا سياحة، وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق لهذا الموضوع. قبل ما نبدأ، هذه القناة بشكل عام عن بيلاروسيا وعن روسيا البيضاء، سواء دراسة، استثمار، سياحة، كل ما يتعلق في بيلاروسيا. إذا أنت واحد مهتم ببيلاروسيا وهذا الموضوع الجاي ما فادك، فلازم تشترك بالقناة، لأنه أكيد الموضوع اللي بعده راح يكون من المواضيع اللي بتبحث عنها. وقبل أن نبدأ، دعونا نتفق أن كل شخص له ذوق معين، كل شخص له نظرة معينة عن أي بلد يزورها سواء بيلاروسيا أو غيرها، فأكيد أنه كل واحد راح تكون عنده فكرة مختلفة عن الثاني، وهذا من الشيء الطبيعي. فقبل ما نحكم على البلد أو أحكم عليها هل هي تنفع للسياحة أو لا، خلينا نقسم الناس ثلاث أنواع. وكما قلنا، الناس تقسم إلى ثلاث أصناف. الصنف الأول وهم الناس اللي بيقولوا لك أنه البلد ممتازة، البلد روعة، البلد ما فيش أفضل منها، ويعني بيعطوها توب. وبرأيي هذا الناس اللي بيكونوا ما شافوش بلاد ثانية أو دول ثانية أو أماكن ثانية، وبالنسبة لهم انصدموا بجمال البلد، بتنظيم البلد، بنظافة البلد، بشوارع البلد، وطبيعة البلد مع الأنهار وهي الأشياء. هذا بالنسبة للصنف الأول. الصنف الثاني اللي هو اللي بيكون الوسط، وأنا أشجع أن الواحد يسمع للصنف الثاني. الصنف الثاني اللي هو بيشوف البلد من أكثر من زاوية، بيشوف سلبياتها وبيشوف إيجابياتها، وبيشوف بيحكي إنه البلد يعني كويسة، بدها شوية تطويرات بالسياحة، نقصها كذا، فيها الإيجابيات التالية وهكذا. أما الصنف الثالث فهو اللي بيشوف كل شيء سلبي، يعني هم بشكل عام هذا الناس كذا اللي بيشوف كل شيء سلبي، يعني بقول لك البلد ما فيش فيها مقومات سياحة، البلد سيئة، البلد كذا. فهذه وجهة نظر السياح بشكل عام في بيلاروسيا. أنا سألت أكثر من الناس فشفت هذه الأصناف الثلاث، فعشان كذا يفضل أنا كشخص ما راح أقدر أعطيك وجهة نظري كسائح، لأنه أنا مقيم في هذا البلد من فترة طويلة، فيفضل أنك تسمع من الناس اللي أجوا سياحة وتحاول تقيم وتطلع اللي هو بالنسبة لك السلبيات والإيجابيات لهذا البلد. ومثل ما حكيت، يفضل أنك تتابع الناس اللي إجوا على بيلاروسيا، ونتمنى أنه من الناس اللي بيجوا على بيلاروسيا يتركوا تعليقاتهم أو يعلقوا أو يعملوا سناب شات أو يعملوا فيديوهات يشرحوا فيها عن بيلاروسيا، عن سلبياتها، عن إيجابياتها، عن الأشياء اللي استغربوا من وجودها، عن الأشياء اللي أعجبوا من وجودها، وهكذا حتى الناس تشوفها. بالنسبة أنا حتى أنا لما يسألوني أسئلة أو سؤال كالتالي: هل بيلاروسيا تصلح للسياحة؟ أنا ما بقدر أعطيك أنت مباشرة أقول لك 100% بتصلح وكذا، بكون أنا بضحك عليك، لأن أنا بالنسبة لي صرت مقيم وفترة طويلة. يعني لو بدي أقارن لك بالأيام اللي أجيتها من البداية، نعم كانت بيلاروسيا بالنسبة لي توب. أنا درست في أذربيجان سنتين، وأذربيجان ما عجبتنيش على الإطلاق، مع أنه الآن أذربيجان تعتبر وجهة سياحية مش طبيعية وممتازة جدا. في الوقت اللي كنت أنا فيه، يعني مقارنة بين بيلاروسيا وأذربيجان، كانت بيلاروسيا بالنسبة لي توب التوب مقارنة مع أذربيجان، لأنه أذربيجان ما عجبتنيش بشكل عام. فبترجع كيف لحسب وجهة نظر كل واحد شخص. يعني مثلا في أشخاص تلقاه بكل شيء بيشكي، يعني من أي شغل بيقول لك لا مش كويس ومش كويس ومش كويس، وفي ناس بيقول لك لا ممتاز وعادي. فهذا بيرجع كمان برضو لطبيعة الشخص، ما نقدرش نحكم على الشخص. يعني ممكن، يعني نصيحتي لك، ما تسمع مني أنا كوجهة نظر سائح، ما تسمع من الناس المقيمين في بيلاروسيا من وجهة نظره كسائح. ممكن هو يبالغ في الموضوع وممكن هو يخفض الموضوع، الأفضل تسمع من السائح، ومن السائح اللي عنده خبرة، يعني اللي بيروح أكثر من بلد، اللي هو
بروح من بلدان وبحاول اعمل زي مقارنه ودراسه للبلد من ناحيه السياحه. الخبر الجميل انه بيلاروسيا الان فتحت للدول الخليج لمده 30 يوم بدون فيزا. هذا راح يشجع الموضوع السياحه، راح يشجع الناس اللي بيهتموا بالاستثمار في السياحه انهم يفتحوا مشاريع، واللي بده يفتح مشاريع من الان يبدا في هذا الموضوع. يعني حاول من الان يبدا، لانه البلد لسه فيها مقومات جيده من ناحيه الطبيعه ومن ناحيه الاماكن ومن ناحيه النظافه وكذا، بس بدها من ناحيه الاشياء الصناعيه، مثلا الالعاب، المطاعم العربيه، فهذه الاشياء تفتقر لها نوعا ما مقارنه مع الدول السياحيه الاخرى. الناس اللي مثلي مثلا اللي مقيمين في البلد بشكل طويل، شو ممكن تستفيد منهم انت بموضوع السياحه بالتحديد؟ هم راح يكونوا كمترجمين محترفين باللغه، يعني ممكن يساعدوك جدا باللغه، ممكن يساعدوك بتنسيقات معينه، مثلا حجز فندق، حجز سياره، مثلا كمرشد سياحي، كمترجمين، فهذا بتستفيد منهم. اما كانه تاخذ وجهه نظره كسياحه، يعني انا بالنسبه لي ما بقدرش اعطي وجهه نظري كسياحه. بالنسبه للبلد انا ممتازه، ما انش شايف فيها ولا اي سلبيه بالنسبه لي من وجهه النظر السياحه. بيجيك واحد مثلا والله رايح على كل دول العالم ورايح على دول كثيره، بقول لك البلد لا تصلح ابدا للسياحه. ف تستاهل التجربه، ويفضل انه الواحد اللي بده يجي يحاول ياخذ معلومات قبل ما يجي. طبعا انتم مثل ما انتم شايفين انا قاعد في الطبيعه في مدينه بعيده او في مكان بعيد او في قريه بعيده جدا عن المدينه اسمها فيتيبسك، تقريبا بحدود ساعتين في غابه ما فيش حدا غيري. اجمل ما في القرى والطبيعه انه بروح الوقت بسرعه وبدون وجع راس، بدون انترنت، بدون ناس. بمثل ما انتم شايفين انا لحالي في مكان قريه بعيده مش فيها ولا حاجة، وهدوء مش طبيعي. هذا أجمل ما في المدينة. فبيلزم الواحد على الأقل في السنة يعني 5 إلى 10 أيام يرتاح من الهم والغم والمشاكل الشغل والحياة، ويعني صراحة تستحق. أنا ما بحكي عن بيلاروسيا بشكل خاص، بشكل عام أي مكان فيها خضرة، خاصة أنها تقريبا شبه معدومة عندنا في الوطن العربي، فمن الجميل أن الواحد يزور هيك أماكن. أهم الأشياء أو الأماكن اللي ممكن أو الأماكن المشهورة اللي ممكن تشوفها في بيلاروسيا، الأماكن السياحية الأهم شيء يعني ممكن تبدأ منها اللي هي العاصمة البيلاروسية مينسك. ممكن تشوف العاصمة نفسها والعاصمة والمدينة القديمة، البنى القديمة اللي فيها. ممكن تشوف شارع الاستقلال، ممكن تشوف المكتبة الوطنية القومية، ممكن تشوف الحدائق العامة، وأماكن كثيرة ممكن تشوفها. هذا بالنسبة للعاصمة. شو ممكن تشوف غير العاصمة؟ ممكن تشوف الخط الحرب العالمية الثانية، شوف الدبابات والطائرات والأشياء اللي شاركت بالحرب اللي بهم هاي المواضيع. وأيضا كمان ممكن تشوف اللي هو مدينة بريست، فيتيبسك، غومل، وهذه هي المدن برضو ممكن تشوف فيها أشياء جميلة. واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار يتواصل معي على رقم الواتساب الظاهر عندكم على الشاشة وبالتعليقات أسفل هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.